هشام عبد الله. هشام عبد الله، أنا بوجه له الأول رسالة. أنت مبسوط دلوقتي؟ أنت دلوقتي راضي عن نفسك بصدق؟ أنا أعلم تماما أنك أنت خسرت كل حاجة، أولها نفسك أنت. ليه تطلع تجري بره الشارع وتحدف بالطوب؟ ثم تقف تواجه، قول أنا مش عاجبني كذا يا سيادة الرئيس، ولازم يا سيادة الرئيس لأن هو رئيسك غصب عنك وغصب عني وغصب عنه هو نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي حطه رئيس. يهب الملك لمن يشاء. يهب الملك لمن يشاء. هتقول لي أنا بصفصط؟ أنا والله ما بطبل، وأنت قبل كده في فيديو قلت لي هتفضل طول عمرك كلب بيادة. ده شرف لي إن أنا أبقى كلب بيادة. يعني ايه كلب بيادة؟ انا راجل في الاخر جندي من جنود مصر، انا مش مواطن، انا مواطن دلوقتي مدني، لكن دلوقتي لو حصل حاجة لبلدي هتحول لايه؟ هلبس البيادة صح؟ وهلبس الافرول وهجري، وانا راجل كنت في يوم من الايام مجند في القوات المسلحة عسكري. وانت كنت في يوم من الايام كده ولا انت هربت بالتجنيد؟ ده لو هربت من التجنيد دي تبقى مصيبه بقى. دخلت الجيش؟ الجيش ادب، اتعلمنا فيه الرجوله، اتعلمنا فيه يعني انا عندي مسؤوليه. هو سبحان الله الاستاذ انعام محمد علي سكنته في دوره، سكنته ان وكان في مشهد بيجمعني انا وهو في الزودياك ساعة ما هم بيعملوا العملية، فأنا بقول عملوها الوحوش عملوها الأبطال، فهو كان بيقول يا ريتني كنت معاهم، مع إنه هو عامل نفسه عيان عشان ما ينزلش وخاف من المية، مع إن ده مش حقيقي في العملية على فكرة الحقيقية، أبطالنا ما بيخافوش. أبطال إيلات ما بيخافوش. أبطال الجيش مصر ما بيخافوش. يعني هو مثل نموذج مش موجود أساسا. والأساتذة السادة اللي الله يديهم العمر زي قبطان عمر عز الدين او المهندس اسامه مطاوع او الموجودين اصحاب العمليه دي انكروا واعترضوا على ده طبعا. قالوا ان هو لم يكن احد ولكن مرض. بس سبحان الله الناس اتعاملت مع انه جبان. ما تعاملوش مع انه مرض. هقول لك موقف في ايلات حصل لي انا شخصيا. واحنا في طابع انا رحنا مكان اللي هو هيلتون طابة، سينيستا طابة. سينيستا طابة ده في طابة قصاده الناحية التانية يعني من هنا لهنا على بعد 3 أمتار سينيستا تل أبي، سينيستا إيلات. لما مشوا غاروا راحوا عملوا فندق شبهه بالظبط، اللي راح طابة هيعرف، قدام قلعة صلاح الدين مباشرة. الحدود بيننا وبينهم، احنا كنا بنسهر في ده انا والاستاذ نبيل حلفاوي والاستاذ عزت العلي والاستاذ احمد عبد الله محمود رحمه الله عليه والاستاذ طارق النهري وكل مجموعه. بعد الشقه في الميه والشمس وانعام جباره في التصوير بتعيد الشوت 6 مليون ميه مره خلاص. فكنا بنحتاج ترفيه نقعد في مكان، كان بيبقى معانا اخواننا من الضباط اللي هناك يعني المجندين. او في ضابط او في عازف بيانو اسرائيلي قاعد يعزف بيانو، فمحمد سعد صوته حلو، وحتى هو مغني اغنيه في الفيلم بتاعت الاستاذ احمد فؤاد نجم، خد المايك ولا يغنيها. فالراجل قال له جوم انا عارف. المهم في مشكله حصلت، انا قاعد بعيد انا والاستاذ نبيل حفاوي واحمد وعبد الله محمود وهو هشام. أنا شفت محمد سعد بيتزق وفي حوار، طرت ضربت الراجل بالمنافش على اللي جرى. ليه بقى؟ أنا جملة جو اطلع بره، بره مين يا ابني؟ ده بلدنا، أنت بتطردني. وجت معايا وطنية، جت معايا بجنان، هوب خناقة، جري ورايا كمية بشر يمسكوني وأنا أكسر في الدنيا بتاعي. وحجزوني في مكان
وقالوا انت اعتديت على الراجل ولازم تعتذر ولازم ولازم ولازم. ووصل الموضوع للاستاذ ممدوح الليسي وجه بنفسه تاني يوم بالطياره على شرم وجه بعربيه على طابه عشان يحل المشكله وانا محجوز وتوقف التصوير. وكان الموضوع ده اتكتب في جورنال الوفد اياميها بكاتب رحمه الله عليه اسمه الاستاذ حمدي بسيط عاصر الموضوع ده. وبقى موضوع انا لقيتني انا ده انا هروح في داهيه ولا ايه؟ والراجل مصر ان انا اعتذر. هل تعلم مين اللي كان بيقول لي اوعى تعتذر واحنا معاك وفي ظهرك؟ محمد سعد، عبد الله محمود، طارق النهري فقط. وهشام عبد الله كان بيقول لي انت الجنان ده هتعمل ليه الجنان ده؟ انا بقولها علنا ان هو عارف والاسامي اللي انا قلتها موجوده غير عبد الله محمود رحمه الله عليه، بس استاذ سعيد شيمي عارف الموضوع. جالي يعني حاله اكتئاب انه مش من حق حد يقول لنا اطلع بره، خاصه احنا بنعمل فيلم عن بلدنا وعن انتمائنا. ولكن هذا الشخص ما كانلوش موقف رجولي في الموقف ده، في حين انا كنت بشوفه ظاهريا، عشان كده قلت لك ظاهريا كان في ساعات ولا يهمك احنا في ظهر بعض واخوات وبتاع، كان بيقول الحاجات دي طبعا. مع عمري يعني استغرابي انا لما تقف في ميدان التحرير والاقي لك فيديوهات بتشتم في حسني مبارك، حلو، وبعدين الاقي لك فيديوهات بتشتم في الاخوان، وبعدين الاقي لك فيديوهات بتشتم في الرئيس السيسي. انت مع مين؟ انت مع مين؟ مع جلاله الملك فاروق؟ مع مين؟ ايه الموقف؟ انت عايز مين طيب؟ هضربه على عشان افوقه. اقوى مني هو؟ انا بعوني لا اقوى منه. انا عايزه يفوق. أنا عايز أقول لك على حاجة وبس أنا مش هقدر أقول الاسم. في حد زي هشام كده كان إنسان طيب جدا، تمرد ووقف في النهضة وشتم وعمل وكفر وضرب وتاجر وعليه قضايا تؤدي بيه إلى الإعدام، وساب مصر وهرب وراح إندونيسيا أو ماليزيا وبعد كده على تركيا، ودلوقتي حاله لا يسر عدو ولا حبيب وصعبان عليا لانه بيحاول يوصل ان المؤسسات هنا تسامحه ويرجع. انا خايف عشان توصل للحاله دي، ساعتها تطلب السماح، السماح من الله ويعلم ربي انا ما كرهتكش، بس انا بكره فعلك، انا بكره اسلوبك، بكره طريقتك، بكره موقفك. عايز تعترض؟ ما انت عارف ما كلنا واحد، ما كلنا شفنا ايام سودة في شغلتنا دي وكلنا بنعاني منها وكلنا عايزين نحقق فيها وما بنعرفش وبنفشل وننجح. بالعكس انت كنت محظوظ، انت راجل جيت من كفر الشيخ، طب هوب استاذنا العظيم اسماعيل ابو حافظ واستاذ حسين عمارة نجموك، وكان في ناس تانية موهوبة اكتر منك اولى منك كانوا قاعدين اياميها بيخبطوا في طرقة التلفزيون نفسهم في شط، وكان الواحد يبص عليك مثل اعلى. اليوم اللي تبطل شغل او الدنيا تبوظ تعمل تقف، تعال نعمل مشروع عربية فول، ما لقيناش نفسنا في التمثيل مش عارفين ننجح فيه، تعال نعمل عربية فول حلوة ونبيع فول، ما في بنات وشباب الله يحميهم بيقفوا بعربيات، والله في بنت في عبد المنعم رياض هنا واقفه على بتاع كده وبتعمل سندوتشات ولابسه جوانتي، وقمر خريجه اعلام زميله حضراتكم مش لاقيه تشتغل، فراحت عامله السندوتشات وبتبيع سندوتشات ونظيفه وجميله